مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك بس تعرفنا بنفسك الاول والشركه. محمد منير، رئيس مجلس اداره شركه فيوتشر هومز للتطوير العقاري. اهلا وسهلا. النهارده الشركه بايه المشاريع بتاعتها الجديده؟ احنا شركة بقى لها حوالي 16 سنة في السوق. تمام. اشتغلنا في الهضبة الوسطى والمقطم والمعراج وزهراء المعادي والتجمع. تمام. ده النطاق بتاع الشغل بتاعنا. مسلمين حوالي 60 مشروع قبل كده. تمام. احنا النهاردة داخلين بمشروعين كبار، واحد فيرونا، ده كومباوند سكني تجاري ارضي تجاري اول اداري 10 ادوار سكني. تمام. على مساحة 5500 متر في الهضبة الوسطى في ظهر الدائري المعادي قصاد كارفور الناحيه الثانيه. تمام. ده فيه 370 وحده سكنيه وحوالي 100 وحده تجاري اداري. استثماراته حوالي 260 مليون. مبيعاته حوالي 400 مليون. احنا 400 مليون مبيعات. المساحات من اول 90 متر ل 185 متر. وعاملين انظمه سداد 6 سنين و8 سنين و10 سنين. اهم حاجه السداد بقى عشان الناس. دي اهم حاجه. بنعمل النظام بقى 10% و6 سنين و20% و8 سنين و30% و10 سنين. تمام. وعاملين زيرو مقدم و5 سنين. طب السعر المتر قدام كده؟ من اول 5800 ل 7.5. نص تشطيب ولا نص تشطيب؟ طب لو عايز الواحده بتاعتي كام؟ نعم. لو عايز الواحده كلها تشطيب كام؟ عاملين اوبشن للتشطيب بعقد لوحده منفصل برضه، ممكن بنقسطهم على سنه يعني. طب بالنسبه لمبادره البنك المركزي، هل فعلا الشركه يعني عامله المبادره دي مفعلاها ولا يعني نتمنى؟ بس هو طبعا هي مشكله مبادره البنك المركزي ان هو لازم يبقى الحاجه خلصانه واستلام فوري. تمام. وعاده يعني الحمد لله يعني عشان الشركه في ثقه في السوق وناجحه ما بيقعدش حاجه لحد الاخر يعني. بسبب اعمال قبل كده يا فندم. طب الحمد لله. طب ايه الجديد مثلا في المعرض؟ هذا تقريبا مبيعاتنا الجديده على الاقل تلتها جاي من عملاء قدام. كله من قديم. تلتها. تلت بتاعها. يعني ايه اللي معروض النهارده في المعرض؟ النهارده احنا بنفتح المرحله الثالثه في مشروع فيرونا اللي لسه كنت بتكلم عليه دوت. تمام. وعاملين فيه عروض كويسه، مدين شبه سنه زياده في نظام السداد خلال فتره المعرض. ومشروع الثاني اللي هو فيوتشر هايتس، ده مشاركه مع قطاع العام شركه نيركو، ده 2700 متر ارضي وتسعه. تمام. استثماراته حوالي 100 مليون. مبيعاته 160 مليون. برضه بنفتح فيه المرحله الثالثه. احنا الحمد لله خلال السنه اللي فاتت دي بعنا حوالي 50% من المشروعين، والحمد لله يعني شغالين دلوقتي في استثمارات المشروع ده 100 مليون جنيه بتاع نيركو بتاع فيوتشر هايس. ده جنب نادي وادي دجله في زهراء المعادي. استثماراته 100 مليون جنيه ومبيعاته حوالي 160 مليون. كم بيع هذه المشروع ده؟ تقريبا حوالي 50% في المشروعين. 50%. طب ايه الجديد بالنسبه للشركه اللي هو احنا منزلين المرحلة الثالثة في ده وفي المشروعين دول، هم دول اللي احنا شغالين عليهم حاليا. في بعض المشروعات مع قطاع الاعمال تحت الدراسة، مشروعين ثلاثة. في مشاركة مع وزارة الاسكان؟ احنا مركزين مع قطاع الاعمال شركة المعادي وشركة النصر وشركة زهراء المعادي. تمام. تبع الشركة القابضة بنظام المشاركة بي 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 برايفت بابليك سيكتور بارتنرشيب يعني. بس كان في قبل كده قال في ان في بعض الشركات هتشترك في الاسكان الاجتماعي مع وزارة الاسكان، يعني في الشركه ممكن حاجه زي كده او ما دخلناش فيها؟ ما دخلتوش فيها؟ لا ما تمام. حضرتك بالنسبه لتصدير العقار، الشركه ليها سابقه اعمال؟ طبعا احنا عندنا كتير جدا ناس من السعوديه ومن الكويت ومن قطر ما عملتوش معرض بيشتروا من بره؟ لا عندنا زي موزعين او شركات تسويق بتعملها تسويق بره، لكن لكن طبعا يعني الفتره الحاليه كورونا مأثره جدا على الفكره دي يعني. فعلا الكورونا اثرت بشكل كبير جدا على طبعا القرارات كلها. على القرارات كلها، هي مش على قرار، هي مأثره على الاقتصاد العام بتاع العالم وبالتالي على مصر. وطبعا طالما الاقتصاد بتاع مصر متأثر يبقى السياحه متأثره، العقارات متأثره، التجاره، العربيات، الموبايلات، كل القطاعات متأثره، ده شيء طبيعي يعني. اعتقد ان احنا يعني 7 و8 و9 اللي فاتوا دول ابتدت الدنيا ترد شويه، وصلنا ل 30 40% يمكن من الوضع قبل كورونا. اعتقد من هنا لاخر السنه ممكن نوصل ل 75%. ما اعتقدش هنوصل لل 100% قريب، لان الى ما السياحه ترجع. تمام. طب حضرتك شايف الفتره المقبله ان شاء الله في العقارات دي انت شايفها ايه؟ انا شايفها هتبقى فترة حلوة يعني. في فعلا انا متفائل جدا بيها، لان خلي بالك الفوائد كمان نزلت
وده هيخلي يشجع الناس على الاستثمار في العقارات. بيستثمر في البنوك طبعا. اغلبيه المصريين يعني طول عمرهم بيحطوا فلوسهم في العقارات، واعتقد ده هيبتدي يرجع الحركه العكسيه. احنا شاهدنا خلال السنتين ونص اللي فاتوا او الثلاث سنين اللي فاتوا كانت اغلبيه الفلوس طالعه رايحه البنوك عشان الفوائد العاليه، اللي كانت 20 بقت 15، النهارده رجعت 12 تاني زي ايام ما اتعملت قناه السويس. فاعتقد ان احنا هي كمان متجهه للنزول، وده هيحرك السوق تاني بتاع العقار بشكل كبير يعني. تمام. طب الشركه في ده ان مثلا تستثمر في اي حته ثانيه غير في العين السخنه مثلا؟ لا، احنا حاليا مركزين على الفئه المتوسطه، مساحات اللي هي بقول زي ما بقول لك هي من 80 ل 150 180. بنحاول نبيع الحاجات اللي هي من حول 600,000 ل 100 مليون و 300 مليون و 500 بالكثير. مستهدفين الشريحه الوسطى لحد مليون و300، من 600,000 لمليون و300. مركزين في الشريحه دي لان في طلب ليها ومفيش شركات كتيره بتغطيها. واعتقد ان احنا كساحلي لسه قدامنا شويه عشان نفكر في الساحلي، يعني بيتعرض عليها حاجات لسه شويه. احنا مركزين في السكني اكتر حاليا بحيث ان احنا نكبر قاعده العملاء عندنا، بعديها نبتدي شفنا المعرض يا فندم كله، يعني كله شايف المعروض كله ساحلي وعاصمه اداريه. طبعا الساحلي والعاصمه الاداريه بيستحوذوا على كتير من السوق حاليا، بس طبعا الاسكان المتوسط اللي موجود ده بيهم شريحه كبيره جدا جدا جدا. يعني حضرتك المساحات دي بتبدا من 80 متر او 85 متر لحد 150 180 كمان. الاسعار بتعتمد في من اول 5800 اقل حاجه في مشروع اللي هو في الهضبه الوسطى لحد 7.5، وفي الزهراء من اول 7 ل 8.5. الزهراء من 7 من 7 ل 8.5. ايه الجديد بقى للشركه يا فندم؟ لسه اخر حاجه للشركه مثلا؟ يعني عاملين عروض دلوقتي في المعرض حصريه، يعني خلال الاربع ايام دول مزودين فتره استرداد ل 90 شهر و100 شهر. خلال فتره المعرض، وان شاء الله هنمدها لحد اخر الشهر ده عشان الناس تلحق تتفرج وتتعاقد. تمام يا فندم، شكرا يا فندم. طب في سؤال بقى سالتش حضرتك؟ اتفضل. لا مفيش حاجه، سالت كل حاجه ده؟ لا يعني تمام، تمام. اغلبيه الحاجات. شكرا يا فندم. شكرا.